السلام عليكم، حياكم الله في سكاي دايف الكويت. كونوا على أتم استعداد لبدء مغامرتكم الجديدة والقفز معنا من ارتفاع 13,000 قدم. سيتم ربطكم وتثبيتكم بالمدرب المختص والمسؤول عن كامل الخطوات وتجربتكم المثيرة والشيقة. سيتم توجيهكم ومساعدتكم في تلبية كل الإجراءات المطلوبة والتي تحرص على سلامتكم في هذه المغامرة. أولاً، يجب التأكد من كافة المستندات المطلوبة منكم، الهوية أو البطاقة المدنية، إثبات أو إيصال الدفع، والأهم البريد الإلكتروني والذي سيتم من خلال إرسال الفيديوهات والمقاطع لكم وإرسال طلب الإذن من استخدام مقتطفات من مقاطعكم في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا لغرض الدعاية والإعلام. ثانياً، أخبر المدرب المختص في رغبتك بالقفز بملابسك أو ببذلة القفز، وسيتم تعيين لك بذلة خاصة والمقاس المناسب لك. يمكنكم استخدام غرف التبديل الموجودة والخزانات لوضع أمتعتكم الخاصة وتفريغ جيوبكم. أثناء ارتداء منظومة الربط هارنس، يرجى إزالة جميع الهواتف والمجوهرات والإكسسوارات وإيداعها في الخزائن المتوفرة في غرف التبديل. قم بوضع قدميك في حلقات منظومة الربط وساعد المدرب في رفع أحزمة الساقين إلى الأعلى، ومن ثم ضع يديك في حلقات المنظومة وارتدائها أو وضعها كحقيبة ظهر. وأخيرا، قم بوضع يديك على خصرك ليقوم المدرب من تثبيت منظومة الربط من خلال الأحزمة ابتداء من القسم السفلي للجسم، ثم الوسط، ومن ثم القسم العلوي. أثناء هذه الخطوات سيتحقق المدرب من إحكام وتثبيت الأحزمة عن طريق الشد وهز المنظومة، وقد يلامس بعض أطراف الجسم للتحقق من إحكام وثبات المنظومة، فهذا إجراء روتيني وطبيعي جدا. سيتم تزويدكم بعدسات لحماية العينين أثناء السقوط الحر. سيتم إعطاؤكم العدسات ما قبل الخروج من الطائرة. عادة تكون العدسات مثبتة بمنظومة الربط الخاصة بك. إن لم يتم تواجدها، الرجاء إبلاغ المدرب المختص. ليس عليكم ارتداء العدسات قبل الخروج أو القفز من الطائرة. عند جاهزيتكم ستكونون مسؤولون عن الحضور في الوقت المحدد لصعود الطائرة. سيتم إبلاغكم عن طريق مكبرات الصوت عن الوقت المحدد والحضور إلى قاعة الصعود للطائرة. كونوا منتبهين وعلى أتم استعداد كي لا تفوتكم الطائرة. سيتم اصطحابكم إلى الطائرة من قبل المدرب، وسيتم الصعود إلى الطائرة من الخلف. كن ملازماً للمدرب في هذه الخطوة. سيتم اختيار المقعد المناسب لكم من المدرب. سيتم ربط حزام الأمان لكم. سيقوم المدرب بإعطائكم حركة بيده لإعلامكم من أن تم ربط حزام الأمان، وستكونون في وضعية التأهب للإقلاع. عند وصول الطائرة على ارتفاع 1500 قدم، سيقوم المدرب بنزع حزام الأمان ويبدأ بربط المنظومة به جزئياً. لا تنسوا الاستمتاع بالمنظر في الدقائق المتبقية. قبل الخروج من الطائرة بخمسة دقائق، سيقوم المدرب بربطكم به بإحكام من خلال أربعة نقاط موجودة بالمنظومة، وسيتم تزويدكم بالعدسات الخاصة بكم. عند المسير إلى باب الطائرة، الخروج، ضع يديك على منظومة الربط وضع قدميك على طرف الباب، وكن في وضعية القرفصاء أو سكوات، ولا تنسى التبسم والنظر إلى الكاميرا. أثناء القفز من الطائرة، كن في وضعية الطيران، يديك على منظومة الربط، رأسك إلى الأعلى، الورك إلى الأمام، وقدميك إلى الخلف. كن بوضعية التقوس أو البنانة. بعد قرابة الخمس ثواني من القفز من الطائرة، سيربط المدرب على كتفك الأيمن ليبلغ من وضع اليدين بوضعية مفرودة، وهي وضعية السقوط الحر. استمتع بخمسين ثانية من السقوط الحر.
لا تنسى وضعية التقوس البنانة. بعد انفتاح المظلة سيقوم المدرب بتعديل منظومة الربط الخاصة بكم إلى وضعية أكثر راحة، حيث سيتم تعديل أحزمة الساقين إلى الأمام كي يتسنى لكم من وضعية الجلوس. استمتعوا بالمنظر من الأعلى. أثناء الطيران بالمظلة سيقوم المدرب بمراجعة وضعية الهبوط معكم. هذه الوضعية مهمة جدا لضمان هبوط آمن لكم وللمدرب. يتوجب عليكم رفع الساقين إلى الأعلى قبل أو قبيل الهبوط. إذا واجهتم صعوبة أو عائق من رفع الساقين فيمكنكم الاستعانة باليدين لجذب الساقين إلى الأعلى.